السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصر هذه الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله نحو مرحلة جديدة تتجه العلاقة بين المركز والإقليم، تفاهمات ذات أساس متين لتصفير الخلافات العالقة منذ سنوات. وبعد مخاض عسير ولدت المرحلة التي تتسم بالتقارب والرغبة الجادة لما أبداه الطرفان من مرونة في التفاهمات، وتجي هاي التطورات عقب أزمات سياسية واقتصادية وحتى مالية وقانونية. نقطة البداية لتفكيك هاي المشكلات بدت ببنود الموازنة العامة اللي حملت وياها حلول جذرية سرعت من إقرار قانون الموازنة داخل مجلس الوزراء وتمهد حتما لحل نقاط خلافية أخرى. من حصاد هذه الليلة لأول مرة صندوق المحافظات الأكثر فقرا بخطوة جريئة وضمن أولويات البرنامج الحكومي في التعامل مع نسب الفقر ومستوياته ذات الأبعاد المتعددة والعمل على تخفيف حدته، طرحت الحكومة مشروع التنمية لعدد من المحافظات اللي سجلت نسب مرتفعة بما يمنح هاي الطبقات الهشة من المجتمع فرصة لتحسين قدرتهم في الوصول إلى الخدمات الأساسية. هاي الملفات مشاهدي الأحبة راح نتابعها ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور علي الدفاعي المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ضيفا كريما في الاستوديو، اهلا بك دكتور. وكذلك ارحب بضيفي الكريم الاستاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، اهلا بك استاذ مهدي. ابدا مع حضرتك دكتور علي، نتحدث انه عن هذا التقارب بين بغداد واربيل. في السابق كان يتم الاتفاق لكن سرعان ما ينتهي مفعول هذه الاتفاقات وتعود الازمات، اذا كانت السياسه سياسه الترحيل وليس سياسه حل المشكلات. شنو اللي يمتاز بهذا الاتفاق باعتباره نوعي مغاير عن الاتفاقات السابقه اللي لم يكتب لها النجاح للنهايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه طيبه لكم وللضيف العزيز ولجميع متابعي قناه الايام. حياكم الله. نعم، الموازنه الاتحاديه العامه لعله من ابرز المشاكل التي ترافقها على الدوام هي مشكله حصه اقليم كردستان وتعامل الحكومه مع انتاجها للنفط وواردات هذا النفط. وفعلا كما تفضلت أن جميع الحكومات السابقة، الموازنات الاتحادية العامة السابقة، يعني لم تعالج هذه المشكلة وإنما كانت على الدوام ترحل ونعبر بها مرحلة من أجل أن تمضي الحكومة وتؤدي موازنة اتحادية يحتاجها البلد وتفاصيلها المتنوعة. اليوم في الحقيقة وضمن الأجواء الإيجابية المريحة داخل ائتلاف إدارة الدولة، تفاهمات عالية، يعني نظر إلى بعيد من خلال يعني أخذ العبر والدروس من كل هذه التراكمات في المشاكل، الذهاب إلى حلول حقيقية. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة في حل هذه المشكلة، أو لنكن واقعين ونقول أنه أسس ائتلاف إدارة الدولة إلى بداية حل دستوري يستند إلى القانون لمعالجة هذه المسألة. اليوم هذه الموازنة جاءت وكانت جديدة في هذه المسألة، تمتاز بالشفافية في قضية وضوح كيف تتعاطى حكومة إقليم كردستان مع هذه المسألة الحساسة والمهمة التي ضمن الدستور العراقي أن يكون النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي. فاليوم حقيقة في هذه الموازنة يجب على حكومة إقليم كردستان، وهو ما أفضى إليه هذا الاتفاق بأريحية وإيجابية بين جميع الأطراف، أن تلتزم بنسبة من إنتاج النفط وهي وحددت ب 400 ألف برميل نفط يوميا، وبأن تودع إيرادات هذا الإنتاج في حساب فتح في البنك المركزي العراقي في بغداد. النقطة المهمة هنا هو أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي سيكون شريك في هذه المسألة من حيث دوره الرقابي والمتابعة والإشراف بكل التفاصيل، وأي يعني إخلال بهذا الاتفاق سينعكس بالنتيجة على يعني تعثر مسارات هذا الاتفاق. يعني نأمل أن تسير الأمور كما هي في أريحيتها وإيجابيتها داخل الإطار التنسيقي وإتلاف إدارة الدولة وجميع القوى السياسية، لأنه اتفاق مهم حقيقة سيجنب أبناء شعبنا العزيز في إقليم كردستان أي تعثرات في هذا الاتفاق، لأنه بالنتيجة نحن نعلم أن الحكومة الاتحادية حريصة على إيصال استحقاقات إقليم كردستان لكي تصل إلى يعني أبناء الشعب ويكون هو المستفيد الأساس من هذه المسألة. إذا ما التزمت حكومة إقليم كردستان وفق
هذه البنود والاتفاقات، وكانت معطيات ومخرجات ما يتعلق بالمتابعة والرقابة في طريقها الصحيح، لن يكون هناك تعثر في هذه المسألة ولن تكون هناك مشكلة في القريب العاجل. طيب أستاذ مهدي، وجدت الترحاب بحضرتك. تفضل الدكتور الدفاعي بأن هذه التفاهمات والتقاربات السياسية لربما تفضي إلى الحل، ولكن ماذا عن القرارات الصادرة عن القضاء؟ هل من الممكن أن نعتبر قرار المحكمة الاتحادية الأخير هو من رسم شكل هذا التقارب والخطوط العريضة لهذه الحلول؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجنابك ولقناتك ومشاهديك الكرام ولضيفك العزيز أستاذ علي المحترم، حياك الله. شكرا. وهذه واحدة أعتقد هي كانت هي من المحفزات أو من الخطوات التي أدت إلى هذه الاتفاقات. وسابقا يعني قبل هذه الخطوات، كل يتذكر جنابك أيضا يتذكر أنه كانت العملية السياسية سائرة للفوضى لا سامح الله، وكان هناك اقتتال داخلي لا سامح الله، لو استمر لما كان البلد باقي على حاله، ولكن هناك جرت ما جرى، واللي صار أنه بعد ما حتى كان تدخل للحزب الديمقراطي والزعيم مسعود البرزاني في حل هذا الانسداد السياسي والظروف الغامضة اللي يعني حقيقة اللي كان يمر بها البلد، مما جعل وساعد على أولا تكوين ائتلاف إدارة الدولة وتكون هناك حوارات واتفاقات، ومن ضمن هذه الحوارات والاتفاقات اللي تم حقيقة هذا اللي يفرق عن بقية الحكومات اللي كانت موجودة، هي أولا أنه هذه الحوارات استندت على مصلحة البلد أولا، ثانيا باعتبار أنه البلد كان ذاهب إلى الفوضى لا سامح الله، ولكن العقلاء والخطوات اللي جرت على تشكيل ائتلاف إدارة الدولة والاتفاقات والحوارات أدت إلى أولا مثل ما كل مكون إلى ثوابته، من ضمنها كانت الموازنة، تشريع قانون النفط والغاز، إضافة إلى هذه الأمور تم الاتفاق عليها. وفعلا حقيقة يعني يشكر أولا حكومة السيد محمد الشيعي السوداني بكاريزما اللي يحملها، بالشخصية اللي يحملها، بالجدية والصدق اللي حملها مع هذه الفترة كلها، باعتبار ابن هذه العملية السياسية، أدى إلى أولا أنه يكون حلحلة لجميع المشاكل، وهو ما صرح به إنهاء هذه المشاكل لأنه لا يصب في مصلحة البلد أساسا، ثانيا تعتبر هذه الخطوة الأولى لحل هذه المشاكل المتجذرة لمدة من 2003 إلى يومك هذا، كانت هناك تعطى عهود إن كانت لإقليم كردستان وإن كانت حتى من إقليم كردستان تضرب بعض الحائط، ولكن في هذه المرحلة هناك اختلاف باعتبار هناك اتفاق لدى هذه الكتلة اللي تدعم الحكومة على تنفيذ كافة الحوارات والاتفاقات اللي تم عليها وحل كافة المشاكل بين الإقليم والمركز، ومن ضمنها أيضا ذكرت جنابك تشريع قانون النفط والغاز اللي سوف يحل كل المشاكل اللي موجودة النفطية خاصة والاقتصادية، إضافة إلى نقول اكتفاء أو انتهاء من القرارات المحكمة الاتحادية خلال الأيام القادمة. والأهم من هاي كله أنه هناك اتفاق على أن تكون توقيتات زمنية لكل المشاكل الموجودة وتصويرها نهائيا، وهذا ما تعمل عليه الحكومة الإقليم وحكومة المركز، والكل يعني حقيقة حتى وعى وعرف مدى خطورة المرحلة اللي يمر بها والتحديات اللي يمر بها البلد، إن كانت اقتصادية سياسية أمنية، كل هاي الأمور اللي حقيقة جعلت من كل الكتل السياسية ومن ضمن الحزب الديمقراطي الكردستاني والقيادة الكردية على أن تكون هي المبادرة بحل هذه المشاكل، وإن شاء الله ستكون الأيام القادمة خير الدليل على هذا الأمر. طيب هذا التفاؤل اللي يتكلم به أستاذ مهدي، نحن نسأل دكتور علي، هل راح يساعد هذه الانفراجة السياسية بين المركز والإقليم في وضع الحلول لجملة من التفاهمات حول قضايا خلافية أخرى؟ نتحدث عن قانون النفط والغاز، الانتشار الأمني في المناطق المشتركة وغيرها من الإشكالات العالقة. طبعا خلينا نشير هنا إلى أنه هذا لأهمية هذا الاتفاق، إحنا من يكون هيك اتفاق بهذه الأهمية حقيقة يعني نلزم به بقوة، لكن شلون نلزم به بقوة؟ خلي نذهب إلى يعني أن كيف نحميه، ولكي يكون اتفاق يعني يمتاز بالديمومة والفاعلية ولا يكون هناك عثرات بعد أشهر في هذه المسألة. يعني من حيث الواقعية، يعني بمجرد أنه يكون هناك اتفاق على أن يكون هناك حساب مصرفي في البنك المركزي
وأن تلتزم حكومة إقليم كردستان بإيداع واردات النفط المنتج في الإقليم في هذا الحساب، فهو هذا حقيقة إقرار واعتراف بأنه الحكومة الإقليم لم تكن يعني تتعامل بهذه الطريقة التي ثبتها الدستور من أن عائدية أموال النفط يجب أن تكون من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية. هذه مسألة يجب أن نحميها، وهنا نقول أنه هذه الخطوة التي تمثل حلا دستوريا حقيقة لم يكن لنذهب إليه لتذهب إليه جميع القوى السياسية لولا موقف المحكمة الاتحادية وقرارها الشجاع في أن تلتزم القوى السياسية سواء حكومة اتحادية أو حكومة إقليم بالدستور وبأن تكون المسارات ضمن القانون. لذلك هي وضعت العملية السياسية في الحقيقة على المسار الصحيح. اليوم كل السنوات السابقة كانت هناك اتفاقيات توافقات لم تكن تستند إلى الدستور والقانون بهذه الوضعية والمسطرة التي وضعتها المحكمة الاتحادية. اليوم عندما اتخذت المحكمة الاتحادية هذا القرار الشجاع هي في الحقيقة لم تكن تميل إلى طرف دون طرف، وإنما كانت تميل إلى الدستور ووضعت لنا مسارا قانونيا دستوريا لحل هذه المسألة. لذلك حقيقة نحن أمام نعم مشاكل كثيرة. الموازنة الاتحادية العامة التي يعني نجحت الحكومة اليوم بأن تكون بهذه المواصفات وأن تستند إلى القانون وتجعلها موازنة نموذج لثلاث سنوات وبمعالجة هذه الملفات العالقة عبر كل هذه السنين، لذلك هي موازنة مهمة وهو اتفاق مهم وينبغي حمايته والحفاظ عليه، ولكن من خلال الالتزام بنفس طويل في هذه القضية. لا ننسى أن هناك يعني إشكاليات، وعندما نذكرها نحن لا نريد سوى أنه لكي نجعل معالجات حقيقية حتى لا تكون صدمات أمامنا في طريق مسارنا السياسي. هناك إشكاليات في داخل الإقليم بين أربيل والسليمانية، وهناك يعني تأكيدات من كلا الطرفين في أنه عدم التزام الطرف مقابل الطرف الآخر في قضية سداد ما عليه تجاه المحافظة الفلانية. لذلك هذه المسألة حلها من خلال التزام جميع الأطراف بشفافية الأداء والتنفيذ في اليوم على حكومة إقليم كردستان بهذه الإيجابية وهذه الأريحية، أن يكون التنفيذ شفافا وأن يسمح وأن تكون الإجراءات ضمن القانون وأن لا يكون هناك ملاحظات أو يعني شبهات عند إخواننا في السليمانية، بل يكون جميع أبناء شعبنا العزيز في إقليم كردستان على قدم من المساواة وأن يحصلوا على استحقاقهم الطبيعي من واردات النفط كما في بقية محافظاتنا العزيزة. طيب هنا أستاذ مهدي نتحدث عن بنود الموازنة لما تكون هنالك استحقاقات للإقليم ومستحقات للمركز. بنود الموازنة هل هي من مهدت لتصفير هذه الأزمات السياسية؟ هل هي أنتجت اتفاق ثنائي مشترك لربما يتوصل إلى حل الإشكالات العالقة منذ سنوات؟ أكيد جنابك يعرف أنه عبر الحكومات السابقة من 2003 إلى يومك هذا كانت تجرى هذه الاتفاقات وتكون هناك وفود، ولكن بدون جدية أولا وبدون مصداقية بجميع الأطراف على تنفيذ هذه الاتفاقات، وكانت تضرب بعرض الحائط. ومع كل الأسف عند تشكيل الحكومة لمدة شهر من ثلاثة أنت وربك يا موسى. ولكن في هذه المرحلة ذكرت جنابك هناك تغيير في أولا الظرف كان الإقليمي الدولي المحلي، كل هاي الأمور والأمور اللي مر بها البلد، خاصة ذكرت جنابك أنه كانت هناك فوضى عارمة لا سامح الله، جعلت أولا ناقص الخطر اللي دق إلى 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 الكتل السياسية الكبيرة. لهذا السبب كان هناك هذا التوجه أن تكون تصفير المشاكل بين الإقليم والمركز، إضافة إلى نقطة جدا مهمة وهي أنه مصداقية في أنه الإقليم كردستان من يسدد، يعني أكبر دليل أنه كل وارداته ستكون ضمن مصرف تحت إشراف المركز، هذا واحد. إضافة النقطة الثانية وهي أنه الرقابة المالية ستكون هي المشرفة أيضا، يعني لديها علم بكل واردة وشاردة بضمن هذا الاتفاق، هذا ما يعطي اطمئنانية أيضا. وزيارة السيد محمد الشيعي السوداني إلى إقليم كردستان هاي كانت واحدة من الرسائل الاطمئنان لإقليم كردستان ولشعب إقليم كردستان والقيادة الكردية على أنه ماضين باتفاقاتنا ماضين في حل المشاكل وتصفيرها. إضافة إلى نقطة جدا مهمة
وهي سعي الحكومة والسيد محمد الشاه السوداني بحل بمساعدة بحل هذه المشاكل الموجودة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني. وأعتقد هذه المشاكل الداخلية سوف لن تؤثر ولن تقف أثر حجر يعني على الاتفاقات اللي موجودة، لأنها سوف تصب في مصلحة العملية السياسية إن شاء الله خلال، وهناك تطور كبير بين الاتفاقات الموجودة وخاصة في الانتخابات في إقليم كردستان والاتفاق الحزبين الكبير ومع بقية الأحزاب على إجراءها خلال العام القادم، إضافة إلى كثير من المشاكل الموجودة سوف تحل إن شاء الله. كل الأجواء اللي نذكر لك إياها هذا ما إجا عن هواء، إجا عن جنابك يتذكر وأيضا الأخ أستاذ علي يتذكر أنه وفود كثيرة إجت إلى بغداد، أتت إلى بغداد وكانت مصداقية لديها من أجل حل هذه المشاكل وأعطت كل البيانات اللي موجودة. لهذا السبب أعتقد هذه المرة ستكون إن شاء الله باتفاقات مبنية على أسس قوية ومتينة وحل لكافة المشاكل الموجودة. ما دامنا ناقشنا متغيرات الداخل لابد أننا نناقش ضغوطات الخارج، بل خلينا نسميها مساعي الخارج أو اللاعب الدولي. دكتور علي، شنو مدى وجود اللاعب الدولي والإقليمي في هذا التقريب؟ في موضوع الاتفاق بين بغداد وأربيل؟ نعم، يعني في الحقيقة يعني نحن لم نلمس هناك تدخلا خارجيا، وهذا موضوع غير وارد. إنما هناك يعني كما قلنا في بداية الحديث، هناك يعني مستوى عالي من الإيجابية في ائتلاف إدارة الدولة، تفاهمات عالية يعني استنادا إلى كل المشاكل التي يعني مرت بها الحكومات السابقة، الأزمة التي يعني من فكت إلى استقرار إطلاقا بين بغداد وأربيل إلا يعني في يعني مدة زمنية قصيرة، الخلافات الداخلية في الإقليم جراء هذا التوتر بين بغداد وأربيل. بالنتيجة هذه كلها ملفات تدعو إلى الذهاب إلى الحل. لذلك نعتقد أن زيارة السيد السوداني حقيقة إلى إقليم كردستان ولقائه بالسيد الأستاذ مسعود برزاني كذلك رئيس الحكومة كلها كانت يعني زيارة ناجحة وإيجابية من حيث وضوحها، وضعت النقاط على الحروف أن هذه الأزمة لا يمكن أن تعالج بالآليات القديمة، يجب أن نذهب إلى حل دستوري، وهذا الحل الدستوري الذي يستند إلى القانون هو التزام جميع أطراف وهيكلة الدولة بالدستور والقوانين، وقضية سيادة الحكومة الاتحادية وصلاحياتها الحصرية على قضية النفط والغاز. هذه مسألة لن يكون هناك استقرار بالقفز عليها. لذلك أرجع وأقول أن المسطرة التي وضعتها المحكمة الاتحادية العليا بقرارها الشجاع هي هذا يعني مفتاح الحل وميزان الاستقرار القادم. ولذلك نحن لا نرى للتدخلات خارجية. نعم، ممكن أن تكون هناك مساعي حميدة في تقريب وجهات النظر، هذه مسألة لا بأس بها وتكون في العمل السياسي، ولكن بالنتيجة القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة حريصة ومتفاهمة في أن تعبر هذه الأزمة، ولكن عبر آلياتها الصحيحة. والآليات الصحيحة هي التي رسمتها بغداد بأن يكون هناك التزام متبادل بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، الدستور ينص ويؤكد والقوانين والتشريعات على أن إيرادات النفط تذهب إلى الحكومة الاتحادية، وهذا ما لم يكن سابقا. اليوم أصبحت المسألة واضحة وشفافة كي تلتزم بغداد بإيصال مستحقات أبناء شعبنا العزيز في إقليم كردستان، على كذلك الحكومة في الإقليم أن تكون واضحة وشفافة في إيصال إيرادات إنتاجهم من النفط ومعرفة ووضوح كمية النفط المنتج. ولذلك كل هذه ثبتت، وأهم نقطة كما قلنا مسألة ديوان الرقابة المالية ومتابعته ورقابته لهذا الملف المهم، ونأمل أن تكون كل الخطوات التالية ضمن هذا المسار حتى نذهب بالنتيجة، لأنه هذا الاتفاق في الحقيقة هو عمره إما نهاية هذه السنة أو تشريع قانون النفط والغاز. فإذا ما وفقت القوى السياسية في قابل الأيام إلى تشريع قانون النفط والغاز وهو الحل الحصري والنهائي لهذه المسألة حتى نحتكم دائما إلى هذا القانون الذي تتوافق عليه القوى السياسية. والقوى السياسية اليوم حقيقة سعت ويعني قطعت خطوات اليوم للذهاب إلى تشكيل لجان معنية والذهاب إلى تأسيس وتشريع هذا القانون. إذا لم يشرع هذا القانون خلال هذه السنة، فإلى نهاية هذه السنة هو هذا الاتفاق حاكم بين بغداد وأربيل، وأي إخلال بهذا الاتفاق سيتضرر منه أبناء شعبنا في إقليمه، هذا ما لا نرجوه ولا نأمله
في هذا الاتفاق الإيجابي المهم. طيب ردود الأفعال أستاذ مهدي نتحدث عنها لما السيد مسعود بارزاني يشيد بهذا الاتفاق بأنه يعزز العلاقات بين بغداد وأربيل، مسعود بارزاني يشيد بهذا الموضوع ويؤكد على المضي نحو معالجة النقاط الخلافية، بافل طالباني أيضا يدعم خطوات هذا الاتفاق ضمن أولويات تنفيذ برنامج إصلاحي، بالتالي هذا التفاعل من قبل إقليم كردستان هل هو لتحقيق مصلحة الإقليم أم أن المصلحة الاتحادية هي التي تكون مقدمة؟ لا جنابك يعرف أنه مصلحة البلد فوق كل المصالح الفئوية والحزبية والكتلوية، وكل هاي محسوبة الحساب لدى القيادة الكردية، والدليل على كلامي أنه تدخل في أوج الصراع اللي كان موجود في الانسداد السياسي لولا تدخله والعقلاء أيضا ما كان العملية السياسية بسيرة ولا شكلت حكومة. لهذا السبب هناك حرص لدى القيادة الكردية بأولا مصلحة البلد، ثانيا العملية السياسية والسربية للأمام، وهذا ما عمل عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني والزعيم مسعود بارزاني. لهذا السبب أعتقد منذ أول يعني من تغيير اليومك هذا كانت مطالب الكرد بشكل عام هي أنه توصل استحقاقاته كاملة وأخذ اللي مطلوب من عندي، يعني الواجب اللي عليه أدي وأعطيني هذا اللي تم الاتفاق، وهذا اللي ما يغير يعني يفرق عن بقية المراحل اللي مر بها البلد، هي أنه هناك أولا توقيتات زمنية لكل هذه المشاكل، ثانيا مصداقية في حلها. يعني السيد محمد الشياع السوداني حقيقة يحمل هذه الصفة باعتبار مثل ما ذكرت جنابك من ناحية المزاح، من ناحية المصداقية، من ناحية الدراية بالعملية السياسية منذ 2003 إلى يومك هذا. نعم. أخذ أكثر من منصب ونجح به، لهذا السبب لديه مقبولية حتى لدى القيادة الكردية، وأخذ دعم كامل خلال هذه الزيارة اللي أثبت بها حقيقة أنه مستحقات إقليم كردستان وصلت إلى إقليم كردستان. هذا دليل خير، دليل على وفاء الحكومة والسيد محمد الشياع السوداني والكتل السياسية اللي منضوية داخل إدارة الدولة، ووفائها بالعهود التي تم إعطاها لإقليم كردستان والقيادة الكردية. نعم. ومقابلها هناك استحقاقات على إقليم كردستان سيكون وافي فيها وينفذ كل هذه الاتفاقات إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضيفا كريما في هذا الملف، أثريت الحديث، وتتفضل البقاء معي الدكتور علي الدفاعي كي نتابع بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة كونوا معنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وجدد ترحابي بضيفي الكريم الدكتور علي الدفاعي المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. حياك الله دكتور ضيفا كريما. وينضم معنا في الاستوديو الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي. أهلا بك دكتور صفوان. أبدأ مع حضرتك نتحدث عن صندوق التنمية ودعم المحافظات الأكثر فقرا. خلينا دكتور نستثمر وجودك معنا في الاستوديو ونتحدث عن هذا الموضوع بلغة الأرقام، كم تبلغ نسبة الأموال اللي خصصت لهذا الصندوق وكيف نظمت، بنظام داخلي أم قانون آخر؟ طبعا رحب حضرتك ومشاهدين الأعزاء والضيف الكريم. طبعا من الواضح أن حكومة السوداني لديها أولويات هي بالتأكيد متابعة ومحاكاة حياة الفقراء. حاليا هناك محافظات أشد فقرا على مستوى المثنى وعلى مستوى الديوانية، فتخصيص 1,500,000,000,000 لكل محافظة لغرض الاستثمار في البنية التحتية كاستثمار محفز لبقية القطاعات، بتقديري مجلس الخدمة الاتحادي يستطيع يعني بعد إعادة هيكلة الوزارات الاتحادية وتحديد الموظفين الذين يمكن استثمارهم وتنسيبهم إلى صندوق أعمار المدن
سواء كانت المدن الفقيرة أو المدن المدمرة أو بقية الجهد الخدمي، لأن الجهد الخدمي بحاجة إلى آليات حكومية وبحاجة إلى موظفين مدفوعين الثمن، وبذلك تصبح 500 مليار دينار لكل محافظة قادرة على تنفيذ مشاريع بمساحات واسعة، وموضوع تحلية المياه، موضوع الأرصفة، الشوارع بالتأكيد، المراكز الصحية، يعني حياة الإنسان هي تكون الأولوية في الأنفاق، لكن الدعم الحكومي سيكون من خلال الموظفين ومن خلال الآليات، وبذلك نخلق حالة من النهوض بهذه المحافظات المنهكة، ويمكن يعني أن تتكرر نفس هذه التجربة على غرار طبعا هي تجربة محافظة ذي قار، تأسيس صندوق لإعادة تأهيل محافظة ذي قار، توسع هذا الموضوع شمل محافظات أخرى، فيمكن أن تتجدد التجربة في محافظات حسب نسبة الفقر وحسب نسبة المحرومية. العراق يفترض أن ينهض بهذه الشرائح، لأن بالتأكيد 30% بمستوى خط الفقر بحاجة إلى الرعاية. تدريجيا من الممكن أن تصبح هذه المحافظات محافظات منتجة، خاصة على مستوى الديوانية لديها معامل الإطارات يمكن أن يعاد تأهيلها، لديها إمكانية استثمار القصب البردي في إنتاج صناعة الورق، لديها موقع زراعي بين المحافظات. محافظة السماوة ممكن أن تكون نافذة للتصدير للإسمنت على مستوى الشراكة مع الشركات الصينية، على اعتبار أن الصين تستهلك ما لا يقل عن 4 مليار طن سنويا، فبإمكان هذه المحافظات أن تعيد إحياء الاقتصاد العراقي، وأيضا ربط اقتصاد السعودية باقتصاد إيران من خلال محافظة المثنى والديوانية كمنطقة تبادل تجاري، من الممكن أيضا أن تخلق إيرادات غير نفطية. فالسوداني ماضي باتجاه مراجعة إمكانيات كل محافظات والبدء بالأفقر ومن ثم الانتقال إلى بقية المحافظات. دكتور علي، يتفضل دكتور صفوان قصي بهذه المعلومات الاقتصادية، ولكن يوم في الرصد الإعلامي رصدنا تغريدة عند حضرتك أرد أسألك عنها، يعني صندوق التنمية ودعم المحافظات الأكثر فقرا كان حديث وضمن في الموازنة، هذا المؤشر لأي درجة يدلل على التزام الحكومة بمنهاجها؟ بداية نرحب بالضيف العزيز، وطبعا اسمح لي أن أقول بداية أن الموازنة الاتحادية العامة لهذا العام هي خطوة مهمة وشجاعة تضاف لبقية خطوات حكومة السيد السوداني. شجاعة لأنها جاءت نموذج لثلاث سنوات وتستند إلى القانون في هذه الخطوة، وهي خطوة لأول مرة تقوم بها الحكومة العراقية لكي تهيئ لنفسها وللعملية السياسية سواء التنفيذية والتشريعية أجواء من الاستقرار والوضوح في المسار نحو ثلاث سنوات قادمة. وموازنة مهمة لأنها جاءت وإن يعني تأخرت بعض الشيء، وإن كان قال السيد السوداني أن كل هذا التأخير سببه لكي تأتي أرقام الموازنة منسجمة، مشاريعها منسجمة مع المنهاج الوزاري. لذلك هذه الموازنة الاتحادية العامة حقيقة هي مهمة بملفات عديدة، ولعل من أبرز هذه الملفات أنها ممكن توصيف هذه الموازنة بأنها موازنة إيجاد حلول الفقر في المجتمع. نلاحظ اهتمامها العالي في قضية الرعاية الاجتماعية من خلال زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية، زيادة رواتب المعين المفرغ، زيادة رأس مال صندوق فرص العاطلين عن العمل. كل هذه التفاصيل بمعنى أن الموازنة الاتحادية لهذا العام والسنتين القادمتين جعلت من معالجة الفقر والذهاب إلى رعاية العوائل الفقيرة والهشة أولوية. أضف إلى ذلك الموضوع الذي تفضلت به جنابك، قضية المحافظات الأشد فقرا. نعم هناك محافظات، يا هي المحافظات المرشحة للدخول في قائمة هذه المحافظات بحسب معايير وزارة التخطيط ودراساتها هي السماوة، الديوانية، ذي قار، ميسان. هذه المحافظات في الحقيقة ليس لديها واردات نفطية، ليس عندها بديل البترودولار كما هي المحافظات المنتجة، يعني عانت من إهمال لسنوات طويلة. تذهب إليها لا تجد هناك بنى تحتية، هناك نسبة من البطالة، هناك نسبة من الفقر. كل هذه المسألة جعل خطوة الحكومة حقيقة
في أن تؤسس لهذا الصندوق، وهو صندوق واعد وتنموي يجعل كما تفضل الأستاذ المختص في هذا الرقم في الموازنة الاتحادية، لكي تكون هناك استثمارات تجعل وترتقي بمستوى هذه المحافظات على مستوى المشاريع الخدمية، على مستوى إيجاد فرص العمل. لهذا نقول أن هذه الحقيقة الموازنة الاتحادية العامة أولوياتها حققتها بحسب ما كان يعني ترفع الحكومة شعار أن هذه الموازنة ستجعل من معالجة الفقر أولوية، ومن البحث عن الفقراء والمحافظات الأشد فقرا. نعم، التأخر الذي حصل في إقرار هذه الموازنة في مجلس الوزراء ونحن في منتصف شهر آذار كان مبررا وواقعيا، لأنها موازنة جاءت لكي تعالج أهم مسألة في حياة المواطن، لكي تنقله من الحياة الفقيرة المحتاجة إلى حياة كريمة. لذلك هذه المحافظات الحقيقة التي عانت ولا تزال من هذا الإهمال، وينبغي أن تكون جميع محافظاتنا بمستوى واحد من حيث طبعا الحياة الكريمة والاهتمام الحكومي، إلا أن هذا الفارق الذي شخصته الحكومة نفسها جعل من الموازنة الاتحادية أن تذهب إلى هذه المحافظات الأربع لكي تجعل لها أدوات تعين على قضية نهضتها من حيث التنمية وإيجاد فرص عمل، وأن توفر لها بعض المشاريع التي تنهض بحالتها الاقتصادية وحالتها الاستثمارية وعلى رأسها الحالة الخدمية وإيجاد فرص العمل. طيب، نتحدث عن الشراكة المتوقعة دكتور بين البرامج الوطنية والمؤسسات الدولية بعد تحديد هذه المحافظات، وكانت أيضا هنالك إشارة من السيد السوداني إلى دخول منظمات دولية على الخط في مشاريع أخرى. هناك انفتاح على المجتمع الدولي، على المنظمات الدولية بشكل عام. هذا الصندوق هل سيدخل ضمن هكذا تفاهمات دولية؟ يعني بالتأكيد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المانحة للمساعدات تحاول أن يكون اقتصاد العراقي اقتصاد مستدام، وتستهدف فئة الشباب الذين يحملون أفكار تستطيع أن تخلق مشاريع مستدامة لغرض تمويلها. وهناك بالتأكيد رعاية في جميع أنحاء العراق للأفكار على مستوى ريادة الأعمال. وزارة العمل لديها 186 ألف مسجل ضمن هذه الوزارة، شباب يبحث عن مصدر للتمويل لغرض أن يمارس عمل ذا طبيعة مستدامة. عملية إكمال المدن الصناعية خاصة على مستوى المحافظات التي تعاني من شحة في فرص العمل، والربط الكهربائي وإيجاد استثمار الغاز المصاحب لتوليد الكهرباء وإيقاف التغيرات المناخية وبالتالي ينعكس على البيئة وزيادة إمكانية الزراعة والصناعات الغذائية. العراق هو بحاجة إلى وضع الشباب ومصادر التمويل في بيئة صناعية مناسبة لكي يكون هناك مشاريع مستدامة تخلق فرص عمل ذات طبيعة مستدامة. حاليا هناك رعاية اجتماعية، وهناك نظام للحماية أيضا على مستوى البطاقة التموينية، السلة الغذائية، لكن تدريجيا نحاول أن يكون هناك شراء لمفردات البطاقة التموينية من الإنتاج العراقي، سواء كان من داخل حدود إقليم كردستان أو من بقية المحافظات. فيفترض أن يكون لدينا خريطة واضحة إمكانية الحصول على مفردات البطاقة التموينية من داخل العراق. طبعا هذا الموضوع يحتاج إلى استثمارات في القطاع الزراعي، وأيضا الحكومة بادرت في إيقاف الضرائب والرسوم على استيراد المرشات لدعم القطاع الزراعي، وهناك مبادرة البنك المركزي الواحد تريليون لاستثمار الطاقة النظيفة، وأيضا هناك أموال مخصصة ضمن وزارة العمل لرعاية الشباب وكذلك المساعدات الدولية. حاليا يعني كان هناك تركيز في السنوات السابقة على إعمار المدن المتضررة من قبل المساعدات الدولية، حاليا هم يرغبون في الدخول إلى العاصمة بغداد وبقية محافظات العراق لخلق فرص عمل دائمية. كلما أحسننا إدارة الموارد العراقية كلما أوقفنا هجرة العراقيين إلى الخارج، وبالتالي أوروبا الآن تدعم هذه المشاريع وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية لاستقرار الشباب وبالتالي خلق مجتمعات تنمو بطريقة مستدامة. طيب،
دكتور علي، نتحدث عن هذا المشروع وهذا الصندوق لما يكون مقترح من الرئاسة التنفيذية، عندما يذهب هذا القانون قانون الموازنة إلى قبة البرلمان، هنا راح يأتي دور الأحزاب السياسية، يأتي دور البرلمان، دور البرلمانيين، رئاسة البرلمان، كل الناس المعنيين بهذا الموضوع. ألا ترى بأن من المصلحة العليا للعراق بأن هذه المحافظات عندما تنصف من الدولة العراقية يجب أن يكون هنالك دور للبرلمان؟ بلا شك اليوم يعني أي متابع يعني حقيقة، لا نقول يعني أي منصف، يعني القضية لا تحتاج إلى كثير تأمل. هذه المحافظات فضلا عن أنها هي المحافظات الأكثر فقرا بمعايير الحكومة العراقية ومن مسؤولية ممثلي الشعب العراقي والحكومة العراقية بأن تذهب بكل السبل المتاحة إلى أن تمد اليد إلى هذه المحافظات وترتقي بمستواها لكي تعيش الحياة الكريمة. لا ننسى أن هذه المحافظات حقيقة هي في مقدمة المحافظات المضحية من أجل تحرير مدن العراق والدفاع عن مقدسات العراق. أغلبية شهداء العراق من هذه المحافظات الكريمة التي قدمت الدماء وقدمت الشهداء وهي في حالة من الفقر وعدم الاهتمام. لذلك يأتي هذا الصندوق حقيقة هو التزام ومسؤولية وشعور عالي من الحكومة العراقية بأنه مهمتنا الأساسية هو الذهاب إلى الفقراء. هذه مهمة الحكومة الحقيقة التي شخصتها منذ بداية مسارها، ونحن في الإطار التنسيقي حقيقة منذ البداية قلنا وأكدنا نحن نريد حكومة خدمة، والتأسيس والمسار الذي رسم لحكومة السيد السوداني هي أن تكون حكومة خدمة. لذلك كانت على الدوام، وهذا ما ترجمته من خلال هذه الموازنة الاتحادية، أن حكومته هي حكومة خدمة، هي حكومة ذهاب إلى الفقراء وإلى المحافظات الأشد فقرا، ولا ننسى أنها محافظات في الصف الأول في قضية التضحية والدفاع عن العراق. كذلك هناك حقيقة أمور من نقاط قوة هذه الموازنة الاتحادية العامة من المهم تسليط الضوء عليها. نحن نعلم أن الموازنة العراقية بشكل عام يعني تعتمد بالدرجة الأساس على الإيرادات النفطية. هذه الموازنة حقيقة جعلت لها هدف ورسمت لها خطة بحيث خلال 3 سنوات تقلل من اعتماد الموازنة وإيراداتها على النفط بنسبة إلى 80% لكي تذهب إلى تدعيم وتنويع بقية الإيرادات، وجعلت هناك نوع من الخطة والهدف في قضايا مهمة وملفات أساسية، مثال ضبط المنافذ الحدودية وتوحيد الرسوم الجمركية لكي تكون إحدى المنافذ والإيرادات المالية للموازنة الاتحادية. كذلك الاهتمام وإصلاح قضية الضرائب وكيف أن تكون إحدى الموارد الأساسية للموازنة العامة، وملفات أخرى لكي ننهض بقضية أن لا يكون الإيراد وحيدا ومنحصرا للموازنة الاتحادية في القضايا النفطية. 20 سنة مضت والعراق دولة ريعية يعتمد على النفط. هذه الموازنة حقيقة أسست البداية لكي تذهب إلى إيرادات متنوعة وأن تجعل هناك اعتماد لا يقوم على النفط. نحن نعلم أن النفط هو الشريان الأساسي للموازنة الاتحادية، ولكن تقلبات سعر النفط ومشاكل الإقليم والوضع الدولي يجعلنا أيضا في وضع غير مستقل. هذه نقطة تسجل لحكومة السيد السوداني في أنه التفت ويذهب إلى مسألة دراسية في هذه القضية. نرجع ونقول أنها موازنة ذهبت بالدرجة الأساس لمعالجة الفقر والاهتمام بالشرائح الفقيرة والهشة، وهذه مسألة يعني تثبت لحكومة السيد السوداني. وبقيت هنا نعم الدور الأساس للحكومات المحلية ومجلس النواب. في مجلس النواب في الحقيقة لا نعتقد أنه ستكون هناك يعني عقبات لتمرير هذه الموازنة، لأنها بالنتيجة موازنة مهمة كانت نموذج لموازنات 3 قادمة. هي موازنة كذلك شجاعة بحيث ذهبت إلى الملفات المهمة لمعالجة الفقر والمحافظات الأشد فقرا. كثير من التفاصيل ائتلاف إدارة الدولة حقيقة اتفق عليها. مجلس النواب اليوم أمام مسؤولية ألا يكون هناك مزيد من التأخير في هذه المسألة. نعم الفصل التشريعي متخوفا دكتور علي، وخلينا نذهب إلى الدكتور صفوان. دكتور صفوان، المواطن في كل تحول أو انتقال يبدو المواطن على وجل وعلى خيفة، والقول المأثور يقول يأتيك الخوف من مأمنه. هذا الموضوع لما يستند إلى الدستور يعني
المادة 112 اللي نصت على مبدأ التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة في البلاد، المادة 14 اللي نصت على تساوي المواطنين في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وبموجب هذه المواد تم اقتراح هكذا صندوق. ولكن في مجلس النواب الكتل المختلفة راح تخلي شيء قبالة شيء والتمرير بسلة واحدة كما جرت العادة، ويقول لك انه ليش القادسية او الديوانية والسماوة، خلي نمشي المحافظة الفلانية والفلانية. ونتذكر احنا عندنا كثير من هذه الصناديق، على سبيل المثال صندوق إعادة الإعمار المناطق المتضررة، المناطق المحررة، ونعرف وين ذهبت أموال هذا الصندوق. فبالتالي هذه المساومات السياسية راح تنتهي لو راح نشوف انه حل الأزمات بالأزمات. يعني ما يميز الفترة الحالية أن هناك وفرة مالية تكونت نتيجة فائض مدور من السنة السابقة، ونتيجة وجود إيرادات مناسبة للإنفاق على إعادة تأهيل هذه المدن. العراق هو كتلة واحدة، فعملية النهوض بأي محافظة هي خدمة للقطاعات الأخرى وخدمة لبقية المحافظات. عملية يعني وجود صندوق لتنمية المحافظات الفقيرة وصندوق لإعادة النازحين وأيضا حقوق المحافظات المنتجة للنفط البترودولار على مستوى تنمية الأقاليم، وكذلك حقوق إقليم كردستان، بالتأكيد يعني ما يميز هذه الموازنة أنها مقبولة من جميع الأطراف المشاركة في تحت قبة البرلمان. قد تكون هناك بعض الآراء باتجاه ترشيق الإنفاق التشغيلي الذي يعني يفترض أن يرشق بما لا يقل عن 30 تريليون لتقليل نسبة العجز، وأيضا هناك مرونة مالية في تحويل بعض المشاريع التي حاليا هي مدرجة على أساس 23 24 25 من الممكن أن تكون لوجهة للبرلمان وجهة نظر في تسريع بعض المشاريع و يعني رسملة أو تأجيل تمويل قسم من المشاريع أو تأجيلها لل 24. حاليا موازنة 3 سنوات تعطي خيارات في عملية التسريع أو التأجيل. فعملية إدراك حاجة الطبقات الهشة الفقيرة، المحافظات الصامتة الحقيقة، يعني نبدأ بالمحافظات الصامتة التي لا تستطيع أن تعاون نفسها، 50% نسبة الفقر الآن في مثل هذه المحافظات. فالموازنة على أساس المناطق الجغرافية وليس فقط على أساس البنود ستظهر بأن هناك تركز في موظفين الحكومة في بعض المحافظات دون غيرها. فإعادة التوزيع ونشر مفاهيم العدالة والرعاية، وطبعا العراق يتطلع ليس فقط التكامل بين المحافظات والنهوض بها، يتطلع إلى التكامل مع دول المنطقة ومع اقتصاديات العالم. يعني حاليا هناك يعني استراتيجية للتكامل مع الاقتصاد الأمريكي، مع اقتصاديات دول المنطقة، مع اقتصاديات الصين، فوضع نافذة للتكامل الاقتصادي تعني النهوض بالمحافظات. حاليا محافظة مثل الديوانية بالإضافة لأنها يفترض أن تكون عاصمة زراعية كما أقر سابقا، لديها ملامح حضارية تعود إلى حضارات يعني كانت هي عاصمة العراق ل 600 سنة. فعلينا الاهتمام الأثرية. نعم علينا الاهتمام بعقد جولات تراخيص للفرص السياحية، جولات تراخيص كما شهدنا في قطاع الغاز. باعتقادي هذا الموضوع حاضر الآن في ذهن الحكومة الحالية، ويمكن أن تباشر في جذب استثمارات لإنعاش مثل هذه المناطق بما تمتلك من ثروات. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صفان قصي الخبير المالي والاقتصادي، أثريت الحوار في هذا الملف. وأشكر كثير لحضرتك الدكتور علي الدفاعي المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في الملفين، رافقتنا وأثريت الحوار، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.